رجعت للمرة الثانية كسفير للجزائر لدى جمهورية الصين الشعبية. سعادة أولاً اللقاء بعديد الأصدقاء الصينيين، وثانياً سعادة عودتي إلى هذا البلد الجميل الذي أعتبره يعني بلدي الثاني، وشعرت يعني بتشريف خاص لما لها من جمال ولما تتوفر عليه من مرافق جد متطورة، وكذا من تراث يعني ثقافي وحضاري جميل يكاد لا يضاهى. بيجين أكاد أعدها عاصمتي الثانية، وفي اللغة العربية بالإمكان الرجوع إلى الأصل فضيلة. يعني دائما عندما يرجع أي منا الناس إلى المكان الأصلي فتمت فضائل كبيرة. من أهم الشعراء الذين أعيرهم في الجزائر يعني تقديرا خاص هو الشاعر مفدي زكريا، لأنه هو أولا شاعر الثورة الجزائرية، وهو من عظماء ومن فطاحل الشعر العربي. هناك رمزية الرجوع إلى ذلك التاريخ الذي تم فيه رفع العلم الجزائري لأول مرة بصفة رسمية هنا في الصين، وكذلك لأول مرة تم سماع بصفة رسمية، ولذلك هناك عودة تحمل رمزية جميلة، وهي رمزية من أسس العلاقة الجميلة والعلاقة الودية والعلاقة الأخوية والعلاقة القوية والتاريخية للصين والجزائر.